قال مؤخرا في واحد الصريح قال لك ما كاينش شي جينيراسيون قديمه، كاين جينيراسيون ديال دابا. قال لك ديال القدامى كانوا كيخربقوا، ما كاينش دابا جينيراسيون ديال دابا هي اللي شاد الراب المغربي. شنو هو الميساج اللي توصل له اصلا؟ هذا اللي دويتي عليه راه ما كنعرفوش. هذا اللي دويتي عليه اللي كيقول جينيراسيون ديالك باغي يبين راسو، اي واحد كيبغي يبين راسو فهمتيني بواحد الطريقه يعني خالف تعرف. هما راه اصلا راه الراب بيه ولا بلا بيه راه من شحال هادي باين الراب. اصلا كان واحد الجروب راه قديم في المغرب كان سميتو سنسله ولا تسلق، راه ما باينينش عرفتي متى غناو هادو والعافيه وبزاف هاد الجروبات هادو راه كانوا نقول لك في 92 90 94 فين كان شي حليوه ولا كان شي باقي ما تزادش ديك الساعه.